اسمي ميساء عادل طبازة، عمري 30 سنة، منفصلة، بسكن في مخيم الشاطئ للاجئين. درست في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في 2008، تخرجت في 2013 تخصص علاج نطق مشاكل كلام. قعدت فترة 8 سنوات ما في فرصة عمل نهائيا اتقدمت لي. انتشر رابط انه في المال مقابل العمل، طالبين كتير تخصصات وكتير خريجين ما اشتغلوش ولا تحت لهم فرصة، من خلالهم قدمت الطلب والحمد لله بعد شهرين تم قبولي في البرنامج وتحت لهذه الفرصة. أنا حامد حمدان شراب، عمري 27 سنة، مهندس أجهزة طبية، درست اللي هو هندسة أجهزة طبية وحصلت على الماجستير في نفس التخصص من الجزائر. بعد ما تخرجت كنت ببحث باستمرار عن فرصة عمل، طوعت فترة تقريبا سنتين في نفس المجال في مستشفى ناصر، اضطريت أشتغل في الزراعة يعني بعد ما خلصت لأنه ما وجدتش فرصة عمل. الأجهزة هذه مهمة جدا أنها تكون بتأدي عملها بأكمل وجه للتشخيص حالات المرضى أو للعلاج أو المساعدة، في أنه يعني أجهزة مساعدة زي مثلا أجهزة تنفس اصطناعي لأنه يعتمد عليها حياة المريض يعني. والله بصراحة نظرة الناس كانت إلى أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ما بتتقبلهم بصراحة، كانت تخاف منهم. من خلال مساعدتنا إله وبلشت يعني يحس إنه إحنا موجودين، إحنا إله، إحنا منساعده. بلشنا ندعم الأهل إنه طفلك منيح، إن ورجيهم قدراتهم اللي هم ممكن يوصلوها، وكنا بصراحة نعطي الأمل عندهم. بالنسبة إلي يعني التخصص مهم جدا لأنه أنا يعني بتعامل من منطلق إنساني، يعني بتعامل إنه هذا التخصص لازم يخدم المواطن، يعني غزة محتاجة، الناس محتاجة إنه نخفف عن كهلها يعني قد ما نقدر الوضع اللي هم بيعيشوه. بعد ما تحت لي الفرصة صارت عندي أمل، في عندي طموح، صرت أحلم لقدام. طلعتني من حالة نفسية إنسانة انطوائية لإنسانة اجتماعية، بتقدم نصائح، بتخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.